مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامج المؤشر، ولا زال حتى هذه اللحظات مؤشر السوق السعودي على ثبات تقريبا من انخفاضه 7 نقاط ويصل عند 5771 نقطة. حتى الآن نقاط 5800 لا زال يحاول اختباره أكثر من مرة هذا المؤشر. 2,647,000,000 ريال ضخت في سوق الأسهم السعودية. ضيفي لهذا اليوم الأستاذ محمد العنقري الكاتب الاقتصادي، والذي حقيقة تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع مهم جدا. أنا أشكر الشكر الجزيل لأنه هو من طرح هذا المحور ليتيح لي الفرصة أنه أعزي حقيقة لمن توفي بسبب مرض انفلونزا الخنازير. تقريبا عندنا 4 حالات إذا لم تخني الذاكرة. أعزي أهل المتوفين إن شاء الله، ودعاء للشفاء العاجل لمن أصيب بهذا المرض. وذكرنا حقيقة أنه تأثير وذكر أنه هناك تأثير لإنفلونزا الخنازير على بعض الشركات المدرجة وعلى السوق السعودي بشكل عام. أستاذ محمد، ما تأثير إنفلونزا الخنازير على الشركات؟ طبعا الآن الحديث أصبح عن هذا المرض أنه وباء وينتشر وينتقل بسهولة، ومثل هذه الأمور يعني دائما ما تكون مؤقتة، يعني تأثيرها ينحسر بانحسارها أو بظهور علاج لها. لكن عندما تتحدث ما هو التأثير المتوقع في حال أن ازدادت الحالات، نجد أن أكثر يعني جانب سيكون وبدأ الحديث عنه أصلا هو موسم العمرة والحج القادم، وبالتالي هناك شركات تستفيد من هذا الموسم. طبعا كثير يستفيد من هذا الموسم، ولكن نتكلم عن قطاعات معينة. في حال طبعا يعني كما نسمع بعض الدول ألغت موسم العمرة بالنسبة لها لن ترسل أحد، بعضها بدأ يحدد فئات عمرية بالنسبة للحج. هذا إذا ما انعكس على العدد القادم بالتالي سينعكس على شركات تقدم خدمات وتعتبر أن هذا موسم ذهبي بالنسبة لها، مثلا قطاع الاتصالات. بالتأكيد جميع من يأتي وحتى من يذهبون من الداخل تزيد اتصالاتهم واستخداماتهم، بالتالي هذا القطاع قد يتأثر من ناحية الإيرادات. لن نتكلم نحن عن أي خسائر بالنهاية، لا، إنما تنخفض أرباحهم في تلك الفترات في حال أن هذه القرارات فعلت وأن فعلا الأعداد القادمة تكون أقل. هذا بالتأكيد سيكون له تأثير. أيضا الشركات التي تتعاقد على إسكان ولديها إسكان مثلا للمعتمرين والحجاز، بالتأكيد هذا سيكون مؤثر في حال ألغيت حجوزات وإلى آخره، بالإضافة لقطاعات أخرى مثل حتى القطاعات التي ترسل يعني كميات كبيرة في هذا الموسم من الأغذية وغيرها وقطاعات التجزئة. هذه كلها إجمالا تتأثر لأنها متعودة على أرقام معينة تزيد ولا تقل، فبالتالي في حال أنها قلت هذه الأرقام بالتأكيد ستتأثر إيراداتها. أرباحها طبعا ستتأثر حكما بانخفاض الإيرادات بأنها تنخفض قليلا. لا نتكلم عن أي شركة ستحقق خسائر بقدر ما أنها ستتراجع أرباحها في مثل هذه المواسم. فلذلك يعني عندما ننظر إلى مثل هذه الأشياء نجد أن قراءة الآثار الجانبية لمثل هذا المرض قد تحصل، وبالتالي يجب أن يكون المتعاملون متوقعون لهذه النتائج التي قد تؤثر على ربحية الشركات بانخفاضها قليلا عما هو معتاد سنويا منها، وبالتالي يجب أن ينظر إلى أنه عامل مؤقت، لا أن يأتي تحليل ويقول أن هذه الشركة تراجعت أرباحها وبالتالي أصبحت يعني في مرحلة الكهولة وأنها لا تستطيع أن تزيد. هذا ظرف مؤقت ونتمنى إن شاء الله أن لا يحدث يعني بالنهاية، ولكنه مجرد توقع، خصوصا أنه بدأنا نسمع عن كما ذكرت لك أن الأعداد، رغم أنه هناك إعلان يعني سابق من وزارة الحج بأن أعداد المعتمرين زادت خلال الفترة الماضية 300,000 عن كل سنة، ولكن فترة رمضان والفترة القادمة هي الأهم حتى نعرف إذا كان هناك أي تقلص في الأعداد القادمة أو الذاهبة للمناطق المقدسة. هذا بالتأكيد سيؤثر على هذه القطاع. طبعا هو الأهم بالنهاية إن شاء الله سلامة الناس وليس أن تحقق الشركات أرباح زائدة، الأهم هو طبعا أن إن شاء الله أن يكون هناك حل نهائي
لهذه القضية. وهذا الأمر أيضا في حال مثلا تم إيجاد اللقاحات خصوصا لموسم الحج تكلمون، أعتقد عندها يعني سيحل جزء كبير من هذه المشكلة، وستكون الأعداد مقاربة لكل عام. ولكن فيما لو تأخرت هذه الأمور وانحصرت وبدأنا نسمع عن تقليص للأعداد القادمة، بالتأكيد سيؤثر على بعض القطاعات. ألا يوجد قطاعات مستفيدة من الوضع؟ لا يوجد إلا الأدوية طبعا، قطاعات الدواء والمستشفيات، ولكن هذا بشكل عام يعني ليس فقط محصور في تلك المناطق، ولكن تستفيد الشركات التي تورد الأدوية لوزارة الصحة يعني كونها تقوم بمجهود جبار في الحج يعني وتوفر إمكانيات عالية. أسترا الصناعية لها شركة تبوك الدوائية، ولكن الكيميائية السعودية الدوائية السعودية في حال أنه تم التعاقد على شراء كميات كبيرة من الأدوية في اللقاحات الخاصة، بالتالي سيكون بالتأكيد ستحقق فائدة. يعني دائما هو في كل المراحل دائما ما يكون هناك مستفيدين ويكون هناك متأثرين. طيب الآن مع هذه التأثرات، هل تعتقد أن هناك مواجهة لمثل هذا الموضوع من هذا العام؟ مثلا يعني أنت ذكرت قطاع الاتصالات، وتكلمنا قبل الفاصل أنه هل تحسب هذه الأعداد الخاصة بالمؤتمرين مثلا كنتيجة لأرباح الشركة، بمعنى أنه كل سنة دائما تضع الشركة هذه مقارنة بالربع المماثل لأنه الظروف مماثلة؟ صحيح. فهذه هل تعتقد أن هناك تأثر واضح من ناحية الاتصالات وقطاع الاتصالات خاصة بسبب هذه، لنقول أنها حتى الآن المنافسة أيضا الآن زادت، شركات بشكل أو بآخر دخلت أيضا في مجال الإنترنت، هذه الشركات هي حقيقة مشكلة كبيرة جدا من هذه الناحية. تأثيرها هل تعتقد أنه سوف يكون ملاحظ؟ ما نبقى الكبير واسع، لكن سوف يكون ملاحظ في حال طبعا توقعنا أن الأمور حسب ما هو معلن الآن وحسب ما يتوقع أن ينخفض الرقم أو الأرقام التي ستأتي، بالتأكيد سيكون هناك تأثير ملحوظ بشكل عام. أما كيف الشركات تعوض، هذا أمر لا حول ولا قوة للشركات فيه، هي بالنهاية هذا أمر ليس بيدها. عوامل التعويض هي تأتي من جوانب أخرى، يعني إذا كانت زادت في بعض استثماراتها في جانب بدأت تحقق لها أرباح، مثلا شركة الاتصالات لديها استثمارات في الخارج، إذا ما بدأت هذه الاستثمارات تأتي بنتائج إيجابية، يعني إلى الآن لم يظهر الأثر بشكل قوي جدا، لكن في حال أن بدأت الآثار الإيجابية تظهر على هذه الاستثمارات، هذا سيعوض ما قد تخسره في المواسم القادمة. ولكن الشركات الأخرى، يعني نحن نتكلم عن استخدام معين للهاتف المتنقل أو الهاتف الجوال، هذا هو الذي نعنيه يعني، وهذا يكثر استخدامه خلال تلك الفترة بشكل كبير جدا يعني. والشركات يعني لن أقول أنها تنافس بقدر أنها يعني تحاول أن تلبي الطلب، لأنه يكون هناك طلب كبير جدا، والقادم من الخارج لا يهمه أيا كانت الشركة، المهم أن يتصل وأن يكون على تواصل مع ذويه. فبالتالي هذه العوامل، نفترض أنه في حال يعني سارت الأمور باتجاه الحذر والحرص الكبير في تلك الفترة، سيكون هناك بالتأكيد تأثير ملحوظ بالنسبة لها. جميل. عموما نذكر فقط أنه آخر ما أتى حول هذا الموضوع طبعا إلزام الحجاج بأخذ لقاح إنفلونزا الخنازير الموسمية أو الإنفلونزا بشكل عام الموسمية قبل أسبوعين من السفر إلى البقاع المقدسة. أيضا هناك توصيات كما ذكر في اجتماع الوزراء العرب في مسألة إنفلونزا الخنازير، وأيضا تركيز على الحرمين الشريفين، أنه طبعا سوف يكون هناك توصيات أن يكون العمرة والحج دون سن 65 عاما وأعلى من 12 عام، ومنع الحجاج الذين لديهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والكبد والكلى ومضاعفات السكري وأيضا السمنة وأي أمراض أخرى تؤثر على الصحة والمناعة، حيث تم طلب تأجيل عمرتهم أو حجهم هذا العام إلى حين وضوح الرؤية. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. أذكر فقط أيضا
أيضا هناك توصيات كما ذكرت بقاصدي الحرمين الشريفين بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل أسبوعين من السفر إلى البقاع المقدسة. وأغلق سوق الأسهم السعودية الآن على كما شاهدتم وتشاهدون على الشاشة 5769 نقطة بخسارة 9 نقاط. ثبات إذن في هذا اليوم و 10% انخفاض ومليارين 858 مليون ريال. حفظنا الله وإياكم من هذه الأمراض إن شاء الله وتنتهي هذه الغمة. نأخذ جدول القطاعات بعد ذلك. Oh,